السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبدو عبدالله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم، معلش غيبنا عليكم ولكن نظرا لان السمكة كانت واقفة. طبعا لما السمكة بتقف بتخبل الواحد، تخلي الواحد مش عارف يعمل ايه. انا نقلت الدور ده 50 مرة علشان احطه في مكان دور نعرف نحكم السمكة فيه، جبته من الاخر هنا، جبته لغايه هنا. الحته دي مسطحه، الصيد منها صعب، ولكن انا عارف ان المسطح ده السمك بيخش له المكان ده غويط جامد، انما ده مسطح. وعشمان في وجه الله النهارده يا جماعه، انا لسه طالع من الميه، شرب نشرب كوبايه الشاي وان شاء الله بقى معلفه الدور. ميزه الميه عندنا ان مجرد ما تطلع ربع ساعه بتحضر. ادعوا لنا يا جماعه وان شاء الله هتفرج وهنعمل لحضراتكم فيديو كويس. انا عشمان في وجه الله، نهاركم زي العسل. يا كريك توكلنا عليك، توكلنا عليك يا ميسر الحياة، يا ميسر الحياة توكلنا عليك يا كريك. استفتاحكم نادي بامر الله، استفتاح نادي. احنا لسه طالعين من الدور اهو، هتفرج والله نهاركم زي العسل. اديله على وجهي يا كريم، يا كريم اسمع الحال يا رب. يلا يا ابو شاقة، يلا عزب دينا يا رب. الله ينفعك عالي، اديله على وجهك يا كريم يا رب. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده. خش على الشربيه. سلام عليكم. عياش. لا يا انت كنت كده. تتحرينا. ايه ده لازم نظبط. لازم نظبط في مكان معين. ولا هوب يلا في ده يا روح روح روحي روحي. مش هتروح انت يا شلدومه، مش هتروح يا شلدومه. الله اكبر، الله اكبر يا من. يا جماعة الدوار اللي عنده دور غل، السمكة شغالة على المساطيح، يعني الدوار المساطيح بتنجح أكتر من الدوار الغويطة اليومين دول. علشان خاطر أنا اللي أنا شفته قدامي إن الدور لما نقلته على مسطاح كان وكاك كويس. يعني حضراتكم شايفين قدامكم اهوت على الطبيعة، يعني أنا قصد إن أنا أصور من أول رمي على الطبيعة من أول ما طلعت، وان شاء الله هتفرج والله هتبقى زي العسل. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. يا ميسر الحال يا رب. دي عطر سمك، دي عطر سمك.
عشان ما تتخضش. والله ربنا يخسر. عشان يبقى كله على الطبيعه كده. سلام تحديدا. والله العظيم ما انا عارف نشرب كوباية الشاي. والله العظيم كوباية الشاي كل ما نمسكها ايه. يعني احنا شغالين كده بالظبط بقالنا تلت ساعة من أول ما عملنا المقدمة. هتخرج. وأنا كل يوم يبقى تعبان، يوم حلو ويوم تعبان. بس اهلك يا عم صلاح، احنا بتوع غل، احنا غلابه بتوع شر يا عم. انما انت بتاع بيه مباريك. اي سمكه اي وزن ايا كان خش على البيت. تعالي يا زغلولي، تعالي يا زغلولي، يا زغلولي. ادينا على ودنه قالي قالي. ما انت وصلت للشغل. اللهم صل على النبي عليك فرجعها. اديله على ودني والله. قالي نقعد نتفرج كده طول النهار. امسك الانياشي. شافها كده. شافها وسابها تبص؟ اه شافها. بص مساك مساك؟ طيارة ازاي؟ اه مساك؟ مساك سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجة وخلق لها أكلها وشربها وحياتها. شرب شوية مية كمان بعد ما أكلت عشان يبلعها. يا من أنت كريم يا رب. يا ميسر الحالة. في السماء رزقكم وما تحتوه. يلا يلا مالك واحدة كده وواحدة كده بعد متعورة نفس التعويرة يا رضا. اه انا عايز نعرف يا جماعة ايه التعورة دي؟ يعني نص النخش. طب ليه نرميها ولا ايه؟ نص النخشوش بتاعها متاكل وسبحان الله بتتنفس برضه. لا ده انا مش هنرميها دي، ده هو ربنا ريحها. ربنا ريحها دي، لا مش هنرميها. السمكه اللي على المرايه دايما اعدل من السمكه اللي على الطاوله. تعالي يا غولي اديله على ودنه. بس يا حاج
رامي يا موتورين لا موتورين لا يا علي موتورين لا يا علي موتورين لا يا علي اهدي على ودنه يا علي بس رامي يا موتورين لا ايه اهدي على ودنه بس هننزل له تاني ليه في فرقه اللوح مش مترصصه الماء بتعدي من الفرقه من مي ده الماء بتعدي لا حلوه اللي فيها فرقه دي حلوه ماشي بس انا مش عايزها عشان التصوير بس يا احمد في فرقه حلوه الدخل كبير في بقى ده تسكت ها المهم انت مش يا احمد نعم جرب عليها الفرقه دي لسه ام عبده هاتها في العالم دي انت جايبها من اول الرمية صح احلى ختام في الدنيا الدور حضراتكم الناس اللي هم يعني الصيادين الغله من زمان عارفين ان الدور كده لو هم مركزين مع التصوير في فركه مش حلوه في فركه مش حلوه ولكن بياكل اهو علشان التصوير الريشه بتروح وتيجي فعشان كده انا هننزل نعمل الدور ده وهتشوفوه في الفيديو الجديد ان شاء الله بامر الله تعالى بنيولوك جديد وشكل جديد وان شاء الله هيبقى موسم خير ابتداء من النهارده. وفي اخر الفيديو يا جماعه انا بشكر كل الناس المحترمه كل الناس المحترمه اللي معانا اصدقاء على القناه وبقول لهم استحملوني معلش السمكه اللي حكماني. بشكر حضراتكم على المتابعه ومع الف الف مليون سلامه اللي عملت الدور شويه السمك اللي انا اخدتهم اهم يا جماعه. دول اللي خدتهم بعد ما عملت الدور. الله اكبر شويه سمك حلوين. عايشتك يا حاج بدر اتملت اهي.